سلامتك ألف سلامة، سلامتك. أقوى أقوى. الحمد لله. أنا مش عارفة إحنا غيرك كنا هنعمل إيه بجد. لا دي حاجة بسيطة، ما حصلش حاجة يعني. بص كده شايف دول؟ بص كده. ها؟ سبعة. سبعة بس كده. 1 2 3 الآن خرب بيت. في حد تاني؟ انا. انت جننت قاعد ولا ايه؟ انت ايه؟ عربيه نقل لابسه تيشرت ده الواد اتغرس في الرب. بسم الله ما شاء الله عليه. 1 2 3 في حد تاني؟ بتغني كده؟ بغني. برافو يوسف، احساسك احساس متوازي. انت اللي هتغني يا يوسف. يلا يا اولاد خش حمام. حمام حمام قهوي. شوف عايز تقف فين. هنا هنا اللي انت عايز. لا اصل انا مش هركن، انا عامل بيبي وهمشي على طول. لا 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 ثواني. اول وفاء خدمتك. طيب بص بقى اقول لك على حاجه. يعني انا هخلص في وهندهلك عشان تيجي تشطفني. ابو الوفا امسك ده في خدمتك. نسوان حشيش مش اي حشيش. يلا يلا. طب عشان يلا بقى. يلا يلا. انا مش عارف اعمل ايه مع الواد ده بقى. خلاص مشكلتك يا جون ان انت مركز مع الواد بدل ما تركز وتعيش مع نفسك جوه مميزات نفسك عشان تقدر تطرحها على ارض الواقع وتظبط الحركه. حلو تعيش مع نفسك دي اول مره في تاريخك تقول حاجه صح. ميرسي كيكي. اصل انا دايما خلاص يا انت هتحور. بس بقى عشان عايز افكر. خلاص فكرت ولقيت الحل. ايه؟ تتصل لنا بابو الوفا ويجيب لنا حشيش. حشيش ده حرام. بس يا دي اللي قبلنا قالوا ايه؟ اذا كان حلال ادينا بنشربه، واذا كان حرام ادينا بنحرقه. ايه يا جماعيات خربان بالفطره. على جثتي على جثتي مفيش حشيش داخل هنا طول ما انا هنا. اذا كان حلال ها
ادينا بنشربه. طب واذا كان حرام؟ ادينا بنشربه برضو. ريحنا منه وهنخربها بس. ما تستلمني بقى كيكي. اهو يلا ولع. يلا احنا صغيرين. حلو يا هات السيجاره بقى بليز. استنى انا هاخدها. لا لا ده مش بقي ده. امال دي عيني. انزل شويه. مش هينفع عندي ضيوف. اطلع انت. انا ما اقول لي انت مالك انت بتعمل ايه؟ لا موضوع امينه يعني مش محل حكايه يعني. ما هو احنا كده بقى نخش على القاعده الرابعه صنف الحديد. ان لازم يبقى فيه كنترول ولازم يبقى فيه كسرة عين. لا ما اقدرش. لا تقدر. والله العظيم ما اقدر. لا تقدر. انت جواك واد وسخ بس انت أنا مش عارف تستثمره. حاسس والله حاسس بس مش عارف فعلا ازاي. يبقى ده دور بقى ايه؟ حبيبك الكيكي بقى. ركز معايا. انا مركز. انت تطلب لنا ابو الوفا ويجيب لنا نسوان. انا خصيتني نسوان. وبقول لي بقى اما هم يطلعوا حرام يبقى احرقهم. ايه ده؟ انا بتشل يا جماعه. كيكي انا بتشل يا كيكي. انا بموت. زي ما اتفقنا انت تركز مع الحته ومالكش دعوه بالاتوبيس ده خالص. شاطر ما بيخصنقوش. لا تسمع اللي بقولك عليه. واهم حاجه ان امينه ما تحسش ان اللي بيما معاك دي انت مأجرها ولازم تحس انها بتموت فيك. يلا خش يا وحش. اوبا ده ابن عمك شقط اهو. يوسف؟ لا 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 مالوش في الحاجات دي خالص عامة. بس هو فعلا مين البنت دي؟ لا دي صديقه كده من روسيا من ايام زمان بقى والشقاوه وكده. ايوه يا عم بس اصلي. ها ده العادي بتاعي والله. انت قخص ايديك مش بيفاسكن مش بيتخطط. بدايدي بدايدي. ايه ده نور انت بتعرف تتكلم روسي ولا ايه؟ طبعا يا بنت انا بتكلم سبع لغات بجد. طبعا اوكي. وبريت مين يا سفيه روكي شو تو دي ال ار؟ لا مش ماشي شوط بمسبينا سال عفانا انا بروبلم. تمياني كتو؟ لا لا انا كده انت دي في منتهى قله الادب. كانسي خبارة بوستا أدام يا سلي إيدين كي لنا شوتي أبو البروبليم تي أبو الوفا. أبو الوفا دي حاجة بالروس عندهم أكلة جميلة. شمتيني يا دي بولا. أون مني ناني لنا تشاس يون وجو برشول تي أبو الوفا. يا ابني أنت عارف هي متضايقة ليه كل ده؟ ليه؟ بتقول لك أنت مأجرها ساعة عشان تعمل بيها نمرة فهي دلوقتي الساعة خلصت. خلاص خلاص. بتقول لك ممكن بدل الساعة دي تزود فلوس. خلاص اسكت خلي ده اسكت خالص. إيدين وشفة. يا ابني اسمع بس ممكن أخلي لك ساعة ونص. ليه يا نور عملت كده حرام عليك بجد؟ احرجتك انا صح؟ لو سمحت. خلاص معلش خلاص ما تتضايقش انا اسف. انت شكلك بتحبها. لا لا يا سيدي شكلك بتحبها. لا ما تقول. بحبها. خد بالك انا ماليش اي علاقه بيها خالص والله العظيم. يوسف يوسف هو انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انا اسف يا امينه. طب يلا نرجع. لا معلش اصل انا يعني ماليش في الدوشه وكده. انا قلت اجي افصل مع نفسي شويه كده ويعني روحي انت وانجوي. لا انا هقعد افصل معاك بس انا كمان ماليش في الدوشه وباين زهقت. هو انت مش قلت لي تاخدني ناكل برجر؟ ايوه صح. طب يلا. مستغرب جدا كل بتوع البرجر اللي كانوا هنا راحوا فين؟ ده كانوا هنا اكتر من بتوع الفلاسفه. يا سلام. انت شكلك بس فرحان ان انا خدتها معاك. طبعا. اقول لك حاجه وما تزعلش. لا قولي عادي انا اصلي بتشتم كتير قوي. لا لا هو انا مش هشتمك اكيد يعني بس معلش ساعات بحس ان انت كل حاجه وعكتها.
يعني ساعات بحسك هادي قوي، ساعات بحسك هايبر ومجنون صح؟ بيبقى على حسب اللي راكبني ساعتها. ايه؟ المود اللي راكبني ساعتها بيبقى غريب. اه يعني مرة بحسك متردد. صح؟ مرة؟ اه. والله متردد. انت مجنون ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نطلع فوق. اطلع فوق فين؟ فين؟